الحب ثم الزواج، أم الزواج ثم الحب؟ بعض الشباب في الحقيقة يبحثون عن الحب كمقدمة للزواج، بينما الحب الذي يأتي قبل الزواج هو حب مزيف، ليس حبا حقيقيا. هذا الحب نتيجة الغريزة، لا نتيجة التعقل ولا نتيجة الانسجام. الحب الحقيقي يأتي بعد الزواج، وجعل بينكم مودة ورحمة. المودة والرحمة تأتي بعد التزاوج، أما قبل ذلك فهي مجرد غريزة. شاب التقى بفتاة ثم يقول وقعت في الحب. كيف وقعت في الحب؟ خلال لحظات معينة محددة قصيرة وقعت في الحب. الحقيقة لابد أن نختار الزوجة الصالحة، ومن ثم فإن الله يجعل في هذا الزواج الحب الذي يجمع ما بين الرجل والمرأة. إذن الزواج ثم الحب، والحب في الحقيقة عمل الإنسان. الحب ليس خارج إرادة الإنسان، حينما تنظر للنقاط الإيجابية في الطرف الآخر تحبه، حينما تنظر للنقاط الإيجابية لسيارتك فإنك تحبها، حينما تنظر إلى الطرف الآخر في نقاطه الإيجابية تحبه، وإذا أنت استعرضت نقاطه السلبية لا تحبه. إذن الزواج والنظر إلى الطرف الآخر في نقاطه الإيجابية ومن ثم الحب.